السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في موقع سكرين كاست. سكرين كاست بيديك إمكانية إن أنت تسجل البرنامج، شرح مثلا برنامج الريفت، برنامج أوتوكاد وترفع الشرح دوت بحيث إن أنت تحطه على المنتدى، وليك إن أنت برضو تعمل إيديت للفيديو، فليك إن أنت تنزل البرنامج تسطبه من خلاله وتبدأ تشرح، وتقدر برضو تعمل إيديت. طيب لو أنت سجلت الفيديو بأي برنامج آخر زي مثلا برنامج كامتازيا او فري ريكورد او تقدر تعمل ابلود وترفع الفيديو دوت، خلينا نختار كده فيديو بشكل عشوائي، خلينا نختار مثلا حاجة تبع النفس وركس. وليكن مثلا دوت ماشي 19 ميجا فمساحته معقولة، هيبدأ يرفع لك الفيديو وبعد كده تقدر تعمل تشوفه ريفيو، وتقدر ان انت تاخد الرابط بتاعه وتبدأ تشاره على المنتديات او على اي موقع، وتقدر ان تعمل مانج للحاجات الملفات بتاعتك اهوت. طيب ممكن بقى نعمل مثلا فولدرات، تمام، يعني تقدر دي مثلا الفيديوهات كتيرة، فممكن تقول له مثلا أنا عايز أنظم في فولدرات اهوت، تقدر بقى تقول له أنا عايز أعمل نيو فولدر وتسميه مثلا نفس وركس أي فولدر، أو أوتو ديسك أو أوتوكاد أو أي حاجة، تمام. تقدر تعمل سب فولدر جواه، تقدر إن أنت تعدل فيه، تقدر انت تيجي على الفيديوهات ديت وتسحب وتحط في الفولدر، يعني تسحب من هنا تحط في الفولدر دوت، تمام، تشوف الملف اللي انت عايزه، تمام. هبدأ اعمل سيليكت كده عليه وهبدأ اسحب من هنا واحطه في الفولدر دوت، وتقدر تعمل كذا شانل نفس الفكرة بتاعت الفولدرات. الموضوع ده للتنظيم بحيث بدل ما تبعت رابط كتيرة، لا هو عندك فولدر فيه كل الفيديوهات اللي انت عايزها، فتقول له نيو شانل وتحط الفيديو نيو شانل، وليكن مثلا بس خلي بالك انها تبقى بابليك ولا ان ليست ولا باسورد، يعني اي حد يقدر يلاقيها ولا محتاج ان هو يدور عليها. ممكن نكتب ايه مثلا، فزاري مثلا، فزاري تمام، او اي برنامج من الاوتوكاد مثلا، لعل وعسى نلاقي برنامج شرح للأوتوكاد، تمام. طيب ممكن بقى تقول له بقى أنا عايز أرفع الفيديو، دور على الفيديو أوتوكاد نرفعه ونروح حاطينه في الشانل اللي احنا عاملينها، وناخد الرابط ونبعته للناس اللي عايزة تستمع. كان زمان ما بيقبلش إن أنت ترفع فيديوهات، لازم تسجل أنت الفيديو من خلاله، بس دلوقتي الحمد لله تطور جامد الموقع. ممكن بقى ترفع الفيديوهات ديت تقول له اوكي فيبدأ يرفعهم لك، نفس الفكرة دراج اند دروب بتبدأ تحطه في التشانل اهو، بيبدأ يرفع الفيديو. هو طبعا وقفت الفيديو ثواني بس اعتبروا ايه ان انا النت عن سريع، يعني شجعوني كده اقول النت عن سريع. لو انت عايز تدخل من صفحة رئيسية ادوس ماي كونتنت فيبدأ يجيب لك الفيديوهات بتاعتك، فتقدر تحطهم بقى في فولدر او في تشانل اللي انت عايزه اهو. تبدأ بقى تعمل سيليكت على الفيديوهات بتاعت الاوتوكاد، وبعد كده تسحب وتضع في الاوتوكاد. عندك ان انت تقدر تسجل تاني، عندك تقدر تعمل شير للفولدر ده بس تاخد الرابط دوت وتشيره، او ممكن تعمل كاستم لينك، يعني بدل ما هو مكتوب كده لا تخليها مثلا اوتوكاد، عايز الشانل تظهر بالشكل دوت شانل لاي اوت، او تظهر بالشكل سلايدر بار او الشكل دوت، مش تفرق مع الشكل، ممكن تشيره بقى على الفيسبوك او تويتر او ايميل كوبي بيست الحاجات دي كلها.